تهديدات نصر الله ليست الاولى من نوعها بحق وسائل اعلام حيث طالت تهديدات سابقا عددا من المحطات والاعلاميين. محمد دغمش يذكرنا ببعض هذه التهديدات وضد من محمد؟ بالفعل شكرا محمد، لطالما كان محمد العدو الابرز لميليشيات حزب الله هو الاعلام الذي يعمل على فضح ممارسات ميليشياته التي لها تاريخ اسود مع وسائل الاعلام اللبنانيه لكن لم يسبق ان كان التهديد واضحا لتلك الوسائل كما حدث بالامس حيث ارتقى تصريح حسن نصر الله الى جريمه جريمه تحريض ضد الاعلام وهو ما قد يفتح المجال القانوني لمقاضاته امام المحاكم لاحقا. نصر الله اتهم الاعلام بالكذب والتلفيق رغم ان قضيه ضبط شحنه الحشيش في ايطاليا اعلن عنها في الاعلام الايطالي اللبناني الذي نقلت عنها الصحافه اللبنانيه بعد ذلك، لكن نصر الله لا يريد للاعلام اللبناني اطلاقا تناول هذا الخبر المحرج له على ما يبدو وفي كلام تهديدي حول, حول معالجه قضيه الاعلام قال نصر الله اذا كان الحل ترك الناس يتظاهرون امام تلك الوسائل فسنفعل ذلك انتهاكات حزب الله كانت تتم سرا ودون تدخل علني من نصر الله لكن تصريحات الأمس كانت لافتة وكاشفة عن حجم الأزمة التي يعيشها الحزب وفقا لمصادر لبنانية سابقا مثلا عام 2016 هاجم مناصرو حزب الله مكتب صحيفة الشرق الأوسط في بيروت واقتحموه وكسروا مقتنياته وروعوا الصحفيين وكل ذلك كان آنذاك يجري تحت ستار الناس وأن الحزب لا يستطيع أن يضبط مناصريه كما حدث أيضا مع قناة المستقبل اللبنانية في بيروت وكانت اتهامات أيضا وجهت لميليشيات حزب الله باغتيال عدد من الصحفيين اللبنانيين كالصحافي سمير قصير إضافة إلى رئيس تحرير جريدة النهار اللبنانية جبران التويني وغيرهم الكثير ممن تعرضوا لاعتداءات من قبل حزب الله بهدف اسكاتهم علما ان تهديدات حزب الله الله حزب الله عبر مواقع التواصل لم تغب وان اخذت اسماء مجهوله عبر حسابات وهميه م. محمد ايضا في الخطاب محمد كان لافت موضوع او الاتيان يعني على القرض الحسن وان كان مره ينفي صلته بها ثم يعود ليدافع عن هذا القرض بالفعل محمد هناك ازمه ماليه تعيشها هذه المؤسسه التابعه بشكل او باخر لحزب الله، حسن نصر الله قال بالامس ان هذه المؤسسه تملك ثلاث مليارات دولار زاعما ان هذا الرصيد الكبير هو ملك للمواطنين اللبنانيين، وان لا علاقه لحزبه بهذا المبلغ، لكن مشكله هذه الاموال باتت تطفو على السطح اكثر فاكثر، فهناك من لا يستطيع اعاده المال الذي اقترضه من المؤسسه بسبب انهيار العمله اللبنانيه. وفرض حزب الله على المقترضين اعاده المبالغ بالدولار الامريكي المفقود اساسا من الاسواق اللبنانيه والا سوف يخسرون ودائعهم النقديه او مجوهراتهم ومن ناحيه اخرى ايضا مع ازمه مع ازمه ايران الماليه يبدو ان ودائع المؤسسه جفت مع جفاف المساعدات القادمه لحزب الله من طهران وبالتالي المؤسسه التي كانت يوما ما واجهه لتبييض الاموال وفقا لواشنطن لم تعد تملك المال لتبييضه كل ذلك ادى الى ظهور مخاوف من انهيار هذه المؤسسه وافلاسها وكل ما يعنيه ذلك من ضياع اموال الاف اللبنانيين ورهائن وضعها هناك اللبنانيون، وهنا يكمن سبب ظهور نصر الله وفقا لكثيرين اكثر من مره للحديث عن هذا الامر وتطمين الناس كي لا يسحبوا اموالهم او ودائعهم من المؤسسه، لكن الحقيقه هي ان المؤسسه وفقا لتسريبات وثائق مسربه ظهرت قبل ايام بعد اختراق للمؤسسه من قبل هاكرز، هذه الوثائق اكدت ان المؤسسه اعطت قروضا بقيمه 450 مليون دولار امريكي و 64% فقط من هذه القروض هي مضمونه مقابل الذهب، الباقي غير مضمونه، الباقي اعطيت بالواسطه كما يقال لمناصري ومسؤولي حزب الله دون اي ضمانات. وبالتالي المؤسسة لا تملك سوى 10% فقط من السيولة النقدية اي نحو 50 مليون دولار وهي نسبة تعد من أسوأ النسب كمؤسسة مالية ووفقا للتسريبات محمد هذه المؤسسة الضخمة نسبيا في لبنان معرضة فعلا للافلاس في اي لحظة. شكرا لك على هذه التفصيلات محمد، شكرا